जब से आया परदेसी रूठी है किस्मत ऐसी तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी क्यों तोड़ा दिल मेरा घर आजा तन रब दा वास्ता मेरी आंखें तकती हैं रास्ता घर आजा तन रब दा वास्ता मेरी आंखें तकती हैं रास्ता وخصوصي بعد نقلي لدبي صراحة بدي استعجل بالعرس أكثر من هيك. أنا مو قبلانة بهذا الزواج. عن جد؟ يعني بس التغى صارت الست إيمان بتطلع فيك، هلأ صرت بتناسبها يعني، شكلك جنيت. إيه أنا جنيت ماما. مجنون بحب إيمان. شو بدنا بيحكيوا نحنا؟ ما حدا فيهم مهتم. لا فيني ولا بولادي وآخر همي شو بدهم يقولوا عني شكله بيحبها كتير مزبوط ما هيك؟ ايه مزبوط معك حق بهالشي صحيح مين هالجماعة؟ اللي كيف وضعهم؟ ناس أوادم كتير وهالشي بكفي بالنسبة لي خالتي ما عم تحكي أي شي كأنه مو راضيانة عن الموضوع ليش متضايقة؟ مو هو ابنك ولازم يتزوج البنت يلي بده اياها مثل ما انت كنتي خانقة ابي وابي كان خانق امي ما في داعي تحكي بهي الطريقة معها كل واحد بيعرف شو بده يتصرف الموضوع بيختلف عند الكل ليك انا ورحيل تزوجنا من اول ما قبلوا اهلنا يزوجونا فورا عملنا عرس بس مبين من ملامح خالتي انها مو راضيانة على الجازة كلها إباد رح نطلع تأخرنا استني هون رحيل ورشا رح يوصلوا شكرا كتير ما في داعي تعذبي حالك وتعزمينها امشي شوفي لكن مين اللي اجى لهون هذا نفسه السلام عليكم نحن اجينا لهون لنشوف إيمان ونطمن عليها تفضل أنا رح وصلك شكرا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام أمي بعرفك على إيمان وعلى والدتها السلام عليكم وعليكم السلام قلت لكم حاسة رح يعملها ليكو جاب أمه لهون لعندها هالبنت قوية وعاملة فيها بريئة شو عم تحاول تفهمهم؟ بدها تورجيهم أنه نحن ناس طماعين وقليلين أصل حتى شوفي ابننا على طول جنبه نحن ما كان لازم نخبرهم بالموضوع صحيح هو معه حق كان لازم نخبي ايه صح ما كان لازم تقلن انه انتقل شغله على دبي خلص بكفي نوشي عاصم ما بيعرف غير هالشغلة انه يسكتني نبيلة بدي اسألك انت شفتي للشاب هاد امه مبينة مو مرتاحة للوضع كأنه هو جايب غصبا عنا مو مهم هلأ المهم هو الشيء اللي عم يعمله لو بدها تجي كانت اجت قبل هالمرة بس شو الفكرة من الجاية على المشفى يعني اكيد مو جاية تطلبها نوشي ما عاد تحكي بهالموضوع خلص الموضوع لازم ينتهي فورا ما في داعي يعملوا حفلة خطبة لازم يتجوزوا إباد خبرني إنه بالمشفى وإنه تعبان كتير ولهيك جينا نطمن على صحته بده بس تدعوله إن شاء الله كل الأمور رح تكون منيحة ورح تمرق إن شاء الله حبيبتي هو رح يصير منيح بس خليكي قوية لا تخافي
إن شاء الله. بابا، بابا، إيباد وأمه هون بابا. السلام عليكم. السلام عليكم أخي، كيف صحتك؟ شكراً كثير لزيارتكم. في شيء كثير مهم لازم يصير أكيد، بس أنا ما ضل لي وقت كثير هون بهالحياة. عمي ما بصير تحكي هيك حكي. نحن رح نعمل مثل ما بتحب، مثل ما بتطلب منا. اسمعني أخي، يمكن الوقت هلأ مو مناسب لهالشي اللي بدي أحكي فيه، بس أنا جاي أطلب إيد بنتك لابني وبتمنى تقبل طلبنا. طبعاً إذا حابب إنه تسأل عنا هذا حقك الطبيعي، ما عنا أي مشكلة. ولا أنا عندي مشكلة، لو الوضع أحسن أكيد. لا تواخذوني، كنت عزمتكن على البيت وكنت أنت بواجبكن مثل ما المفروض أعمل بالضبط، بس أنتو شايفين الظرف هلأ كيف. بس مو بإيدنا، لو سمحتي زبيدة. أنا عندي طلب صغير، بدي الأولاد يتزوجوا بسرعة وبأقرب وقت ممكن. إحسان، مستحيل يصير هذا الشيء بسرعة. هاي الأمنية من الأب يلي عم يموت وبده يطمن على بنته. عمي طبعاً رح نعمل عرس وعن قريب. نادي عاصم ليجي. تعال شوي منصور. لوين رايح؟ قلي شو عم بيصير جوا، فهمني. عم يزوجوهم. يزوجوهم؟ لمين؟ إيمان والشاب اللي إجا مع أمه، هلأ عم يتزوجوا أختي. شو هالحكي اللي عم تحكيه هاد؟ شبو جن أخوك إحسان يعني؟ هاد المرض ما ترك فيه عقل أبداً. قالوا لي روح جيب المأزون لهون على المشفى. وليش بالمشفى؟ ما قدروا يستنوا ليرجعوا على البيت؟ حالة أخي كتير سيئة، ما عاد بيرجع، ما عاد يروح على البيت. يا قلبي يا أخي، هذا كله من تخطيط إيمان. يلا نمشي منصور، يلا نمشي.
اللي صار معنا عن جد غريب. أول شيء أملوا سلمان بالجازة، وهلأ نحنا صار لازم نجهز له، ومبسوطين لدرجة بدهم يعملوا العرس هون. نحنا علقنا بالطلبات وهنن مو فارقة معهم. يلا تفضل خلينا نخلص من هالقصة. عاصم اتصل بنومي وزياد يجوا، لازم يجوا على المشفى ويحضروا. كل البنات بتتزوج على الأصول إلا هي، الآن سائمة ما عاد فيها تصبر. سلمان ليكك عملت اللي براسك، كل عمرك راسك يابس وبتاخد القرار انت وفورا بتنفذه. لما قررت تسافر ما سمعت من حدا، وهلا نفس الشيء مع ايمان. وخليتها تتزوج بمشفى، بعرف ما بتسمع من حدا انت، بس هلأ بدك تسمعني. أنا ما عاد بدي اسمع ولا كلمة منك. رح تتحسن، لازم تروح معنا على البيت. أنا عم قلك لازم تروح. أنا ما عاد رح أسمع كلامك إحسان، حتى لو ما رديت علي. عم تفهم شو عم قول إحسان؟ إحسان رد علي. إحسان سامعني؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا ما لازم أسأل بهيك وقت، بس ما بدي ضل ساكت. أنا لو بطلت سافر كرمالك وضليت هون معكم
كنت قبلتي تتزوجيني شي؟ ايه كنت قبلت. زواجي من إيباد كان الطريقة الوحيدة لفرح قلب بابا وهو بهالوضع. رفضك كان بسبب شي واحد وبس، لحتى ما لوم حالي إذا صار شي لبابا. بتمنى لو أني سمعت منك، بس أنا أنانيتي والضغط من أبي هنن السبب كله. لا، أنت ما عملت شي غلط وأنا ما تضايقت منك. بعدين من حقك تفكر بحالك وبمستقبلك وتأسس حياتك مثل ما بدك ومثل ما بتحب، وهذا الشي اللي أنت عملته واللي أنا رح أعمله. الشاب كتير مرتب، بتمنى يساعدك. وطبعاً أكتر شي بيهمني بالحياة إنك تكوني مبسوطة. شكراً إلك، بس ادعي لي إنه بابا يطيب بسرعة ونطلع منه. إن شاء الله يا رب. شوفي أمي، أنت ليش متضايقة هيك؟ ما حكيتي ولا حرف كل الطريق. برأيك مالي حق اتضايق منك كمان؟ بدك تاخد مني حتى هالحق هاد؟ أمي أنا ما أخذت منك ولا حق أبداً. أنا كل يلي عملته أني تصرفت شي من حقي اتصرفه، بس كان بكير شوي وغلطت أنه كان بدون إذنك. أنا ما كنت شايف الوضع هني كيف. شفتي وضع أبوها، شفتي أنه كان تعبان كتير. أنت عملت الشي اللي بزعل أمك وما فكرت فيها. معقول؟ هذا اللي كنت شايفه صح؟ معقول؟ يا الله يا ربي، شو صار له ابني؟ نحن رايحين نطلب البنت، ما توقعت جوزك بهالطريقة. أمي كل الموضوع اسمه ونصيب، بترجاكي أنت ما تتضايقي. هذا مو نصيب، هذا نصب. شو بدي أقول لشيمة ورحيل بعد اللي صار؟ هنن بيستنوا منا أي غلطة صغيرة وبيعدوا يحكوا علينا بين الناس، عم يستنوا أي فرصة لحتى يخبروا الكل نحن شو عملنا وغلطنا. ما بعرف أنت ليش عم تسميها غلطة، نحن ما عملنا أي شيء غلط أمي. أنت معمي على قلبك، بكرة بتشوف غلطك. أنت باللي عملته غلطت بحق حالك وبحقي أنا كمان بدون ما تسألني عن رأيي. إيمان، إحسان خلاص، إحسان خلاص أعطاك عمره. اغسلي لي تياب اليوم ناصرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيب لك شي تاني؟ لا ما في داعي. شيماء كانت عم تحكي لنا قصة غريبة. ايه صح، كانت عم تحكي لنا انك كنتي رايحة تطلبي بنت بالمشفى. ايه يعني هيك شي،
مزبوط. يعني خلاص خلصتوا قصة الجازة؟ بدون ما تخبرونا؟ لساتنا قرايبين يعني، أبونا رابطنا ببعض. وليش كنتوا مستعجلين كتير لدرجة إنه ما سألتوا عن البنت ولا عن أهلها ولا حتى عن قرايبينها؟ لا لا مو هيك القصة، نحن منعرف البنت، هي بتدرس مع إيباد وأبوها كان تعبان ومريض كتير. أنا حاسس هي القصة مرقة علي من قبل. رشا بتعرفها، صار معها هالموقف، متذكرة؟ وهالحجة هي تبع أبوها المريض صارت قديمة، يلاقوا غيرها. لا رحيل، عن جد أبوها كتير مريض، أنا شفته. ماشي، هو ابنك إلك وإنتي أدرى مني أكيد بهالقصة. عفكرة خالتي إيباد لسه مو مخلص دراسة ولا حتى بيشتغل أساسا، لهيك لازم تعرفي. بلكي كان عم يكذب ولقى مرض أبوها حجة حتى تروحي أنتي وتطلبيها. على كل حال نحن لازم عن قريب ناخد قرار بخصوص البنت. أنت شو قصدك؟ قصدي بهالحكي لازم نبيع البيت هاد بأقرب وقت. أنا وشيماء مناخد حصتنا وأنتو حصتكن وخلص، صلى الله وبارك، منخلص كل شي. طول ما أنا عايشة هالشي ما رح يصير. يعني حدا يفهمني هي شو عم تعمل هون؟ سهيل كان صديق قديم كتير لأحسان وإجا ليحضر مراسم العزاء. هلأ الزلمة راح من هالدنيا، لهيك أنا برأيي ننهي هالعلاقة بأسرع وقت. لازم ناخد التابوت على المقبرة، بس ما بعرف وين راح زياد. رايح أدور عليه. أنا رح روح أدور عليه، رح نستنى عليا توصل. مقهورة كتير، مبين على صوتها كانت عم تبكي كتير على التليفون. على القليلة بتشوف وشه مرة أخيرة. يعني شو الفايدة من هالنظرة لما روحه ما عادت بجسمه؟ عليا ما اجت على باكستان من 7 سنين. برأيي نحن لازم نخبر حماتها لإيمان إنه توفى اليوم، لأنه هي صارت من العائلة ولازم تكون موجودة. أهلا وسهلا. السلام عليكم، الله يرحمه. الله يرحمه بنتي.
بكفي هيك خالة. زبيدة كانت عم تبكي كل النهار، ما بدنا اياها تبكي أكتر، ما بدنا اياها تتعب. أنا ما عم بكيها يا بنتي، هي خسرت زوجها يلي كان يحبها كتير، وجع الموت ما رح ينتسى. أمي إيباد، إن شاء الله ألف مبروك، اتزوجت وما خبرت حدا منا، كنا رح ننبسط لك. إيه شوفي حبيبي، أمي عرفت إنه أبوها لأيمان توفى من شوي. أوه إنا لله وإنا إليه راجعون. مين هو يلي توفى؟ بالمكان اللي وقع إيباد عقد زواجه فيه، توفى أبو عروسته هنيك اليوم. نحن مخطوبين. إيه هلأ أنت رايح؟ إيه بدي أخذ زياد معي، فيكي أنت تلحقينا بتاكسي؟ الجنازة على الساعة 1، لا تتأخري لتروحي. طيب. خالة ما في داعي، لا تاخدي تاكسي، راح وصلك أنا. لا تشغل بالك أنت، ما بدي هلأ بتتأخر، بدبر حالي لا تقلق. شو خالة ما بدك أنا نروح يعني؟ ما بدك أنا نشوف بيت أحمى؟ لا مو هيك قصدي أكيد، بس أنا ما بدي عزبك. بعرف مو وقتها، بس هنن لازم يشاركونا زعلهم ووجعهم. فعلا هالكلام صحيح، لازم نصبر. الله يرحمه، أنا حاسة بوجعك. البقية بحياتك. حياتك الباقية إحسان خلاص راح. خليكي قوية مشان ولادك. رح لا ارتاحي، أنا بجيبه لحالي. يلي قاعدة هونيك؟ هي حماتها لإيمان. حماتها لإيمان؟ يمكن هي نفسها رحيلة.
مرته الثانية لزوج ناهد بنت أخي. عن جد؟ مرته لزوج بنت أخوكي؟ هاي ما رح تنتسى أبداً. سهيل جبر ناهد تتقبل يكون عنده مرة تانية. بنت أخي عانت وتعبت كتير معه وما حدا فكر فيها كيف رح تقبل بعد ما كان عنده ولدين، صبي وبنت صغار كتير. بس زوج بنت أخوكي ليش تزوج مرة تانية إذا عنده أولاد صغار منها؟ مرته التانية كانت خانقته ومضايقته، شو فيها تساوي بنت أخي؟ لهالسبب هي ما تحملت هالشي وماتت. تحملت كتير بسبب هالقصة وبكت كتير كمان، بس ما حدا فكر فيها وما حدا عبرها، ما حدا فكر شو رح تحس وكيف رح تتقبل هالشي. سهيل تزوج هالمخلوقة وأجبرها إنه تتقبلها بأي طريقة بدها إياها. بس مبينة مثقفة وفهمانة. هي منظرها هيك بس، بس هي بالحقيقة شريرة. بعدين حدا يفهمني هي شو عم تعمل هون؟ بصراحة أنا بعرف إنه سهيل كان صديق قديم كتير لأحسان، لهيك إجوا ليحضروا مراسم العزاء. الواحد لازم ياخد حذره من يلي حواليه وما يتعرف على الناس كلها مين ما كان يكون. شو فيها؟ كيفك إيمان؟ ما بعرف شو بدي أقلك وكيف بدي شاركك الوجع. أكيد يلي عم تمري فيه كتير صعب، بس بترجاك يكوني قوية ومنيحة وخلي أملك بالله كبير. فيكي تحكي لي يلي بدك يا أنا على طول بسمعك. إيمان أنت منيحة؟ إيه أنا منيحة من برا، بس من جوا أنا كتير مكسورة. تعرف شو؟ رغم إنه بابا تركنا وغاب عنا، بس أنا لساتني بحسه معنا وعم يدعمني. الله يرحمه. بعد ما عمي عطاني ياكي انتي مو لحالك، ما حدا بيقدر ياخد محل الاب، بس الحب اكيد بيساعد انه الواحد يخفف وجعه ومع الوقت بينتسى. اسألي امي قديش بدنا نستنى لسه. طيب رح اسألها. يلا إيباد، شكراً كتير إلك. خالتي إباد عم ينادي لك. يلا شوي خليني شوف أمك. أو ماشي. زبيدة أنا لازم روح، مع الوقت بخف وجعك، بس صبري وكوني قوية. ماشي بنتي، انتبهي على أمك. إيه أكيد. تفضلي. أنت وين كنت؟ أبوك سأل عنك ألف مرة، كان بده يشوفك إلك. وين كنت؟ كان خايف عليك كتير، قلي وين كنت؟ كان عم يتطلع حوالي ويدور عليك لآخر لحظة، ليش ما إجيت؟ بترجاكي سامحيني أمي،
بترجاكي سامحيلي دخيلي. أنا وقتها ما كنت عيان، أنا كنت بتمنى أجي لعنده وأعتذر منه، بس هلأ بس صحيت حسيت بالمصايب اللي كنت عم أعملها بدون ما أنتبه ولا حس فيها. بدي تسامحيني أمي بترجاكي، الله يوفقك سامحيني. أبوك خلاص راح، وروح أنت كمان ما بتفرق معي. والله ما كنت عيان على شيء أمي، رجاء رجاء سامحيني. أمي زياد أكيد تغير، هو أكيد ما عاد يتصرف بطيش. من يوم ما سمعت كلام الخالة رقية عم ضل متوترة وخايفة. ليش هيك عملتي انتي؟ شو لازم اعمل عليا؟ ايمان هي اللي بعتت ورا الشاب ليجي لعنا، وبعدين المرحوم طلب انهم يتزوجوا. ليش اخي عاصم ما عمل شي؟ كيف؟ شو بيقدر يعمل عاصم بهيك موقف؟ لانه المرحوم كان كتير مريض. ما فكرتي بهالموضوع طيب؟ نحن شو فينا نعمل؟ إيمان رفضت تتزوج لما سمعت إنه سلمان رح يسافر وبده يشتغل برا. منشان هيك نبيلة ومنصور ما عاد بدهم يطلبوها. بعدين فجأة بالمستشفى طلع لنا قدامنا الشاب وأمه. وسلمان؟ أنا بتذكر منيح قدي كان معجب بإيمان وبيحبها. اتصلتي فيني وقلتيلي رح يتزوجوا وكل الأمور كانت تمام. شو يلي تغير؟ إيمان هي اللي رفضت، شو بعمل؟ كان لازم تتصرفي بطريقة أوعى، كان لازم تعملي اللي بدك ياه لفترة. كان انبسط إحسان وانبسط سلمان، كان فينا نحل كل المشاكل بكل ذكاء. من لما سمعت كلام الخالة رقية اليوم وأنا عم ضل على طول متوترة كتير. بلكي صار شي مو منيح لإيمان. لا سمح الله، شو عم تقولي انتي؟ عليا هن نتزوج وخلص، يعني الموضوع انتهى. بس لسه ما صاروا سوا. إيمان كتير غالية علي، رح أحكي معها أنا، رح أطلب منها تتركه. أختي انتي لا تفكري بحدا، فكري بسلمان على الأقل. بالمناسبة عليا عن جد أنتي عم تحكي من كل عقلك هلأ؟ طب أحكي بالموضوع أنتي وزبيدة. رح حاكيها. هي ما رح تنتسى أبداً. سهيل جبرنا تتقبل يكون عنده مرة تانية غيرها. بس زوج بنت أخوكي ليش تزوج مرة تانية إذا هو عنده أولاد صغار منها؟ مرته التانية كانت خانقته ومدايقته، شو فيها تساوي بنت أخي؟ لهالسبب هاد هي ما تحملت هالشي وماتت. أشياء أمي. شوفي أمي، من لما رجعتي من بيت إيمان وأنتي مو على بعضك ومبين صار شي، كل شي تمام؟ لا ما في شي. لكان؟ ولا شي. فيني اقول لك شغلة؟ احكي. رح تسمعني منيح؟ انا دائما بسمع منك كل شي بتحكي معي، الا هالشي موضوع ايمان. بس اسمعني ابني، ابوها لايمان كان مريض، أنا وافقت على هالجازة بوقتها لأنه بس كانت أمنيته الأخيرة. غير هالشي كمان أنت بتعرف ما بزوجك من هالعيلة. هلأ الزلمة راح من هالدنيا، لهيك أنا برأيي ننهي هالعلاقة بأسرع وقت.
عمي إحسان اللي مات أمي مو أنا. شو عم تحكي أنت بعيد الشر؟ ما بتهمني الطريقة اللي صارت فيها هاي الجازة. أنت بتعرفي منيح أني بحب إيمان وما رح أتخلى عنها هلأ. أنا مو حابة لا إيمان ولا عائلتها حتى، والعلاقات هاي بتدخل فيها العائلة كلها مو بس البنت. ليش هيك؟ في حدا زعجك منه؟ مو ضروري، أحياناً الأمور بتنفهم بدون ما ينحكى فيها. أنا قلت اللي عندي، العلاقة هاي بدها تنتهي بأسرع وقت ممكن. في بنتنا إيمان عاملة يلي بدها إياه، عم تلون الفواكه على كيفها. يا حبيبة قلبي أنتي، حبيبة قلب البابا أنتي يا إيمان. بعد ما عمي عطاني ياكي انتي مو لحالك. هاي البنت اللي عاجبتك تصرفاتها كلها غلط بغلط. هاي البنت عم تتمشور مع زوجها ولسه بدكن اياها تتزوج سلمان. ما بعرف. مال الله خليك ساكت. بالمناسبة لسه ما تأخر الوقت كتير. جب سے ہو یا پردیسی روٹی ہے قسمت ایسی جب سے ہو یا پردیسی روٹی ہے قسمت ایسی تیرے ساتھ جڑی ہر سانس میری کیوں توڑا دل میرا گھر آ جا تن رب دا واسطہ میری آنکھیں تکتی ہیں راستہ